جاءنا هذا الرجل وعرف بنفسه بأنه هو مع الشرطة في سكوتلاند يارد لندن متروبوليتان بوليس، وعرفنا بنفسه وقال أنا يعني فقط يعني للمتابعة وللمشاهدة، وإذا احتاجت إلى أي مساعدة وصارت لكم أي إشكالية فأنا موجود للمساعدة. من الرابطة تدخلت لأجل يعني إعادة استلام المسجد من أبو حمزة المصري وجماعته، كانت بالتنسيق الكامل معهم ومع قوات الشرطة في لندن. الفترة اللي تعاملنا معاه فيها كنا نعرف بأنه رجل شرطة. رجل شرطة شو يسوي؟ أكيد يجمع معلومات، بل وفي كثير من الأحيان لما كان البعض يقول يا أخي أنتم منتبهين مثلا أنه ترى هو رجل شرطة وأنتم كلهم، بل كتب الله خليه ينقل كل ما يرى وكل ما يسمع وكل ما لجماعته، بل كتب الله يهديهم ويغيرهم من طريقة تفكيرهم.